كل فحص حمل بيطلع إيجابي كان بالنسبة لنا هو فرحة كبيرة. كان الكل يسأل إنه كيف إجوا ثلاثة مرة واحدة، أو إنه مثلاً كيف ما بيشبهوا بعض. كان ناس كثير يعتبروا إنه شيء عيب أو شيء حرام أو شيء. تمت عملية زراعة أطفال الأنابيب، والحمد لله الله رزقنا بثلاث توائم، هم أول ثلاث توائم بفلسطين. في عام 95 شهر 12 توجهنا إلى مركز رزان بقيادة الدكتور سالم أبو خضران، وتمت عملية زراعة أطفال الأنابيب، والحمد لله الله رزقنا بثلاث توائم، هم أول ثلاث توائم بفلسطين، والآن عمرهم حوالي 19 سنة. تزوجت طفلة عندي إيمان، والحمد لله في 5 رزقت بمولود واسميناه يسار، وكان هذا أول حفيد إلي، عمري 63 سنة، وأول مولود إجاني في 97 كان عمري 45 سنة. كانت تقنية جديدة على البلد، هي في العالم كله كانت بهذا نسبة النجاح بحوالي 15% في ذاك الوقت، تحكي عن 95-96، فكانت فعلا مفاجأة كبيرة لنا، وكنا نستناها لحظة بلحظة. نعم يابا، لما نجينا لهون وجبت امك وزرعنا هون، فأول ما خبرونا انه الحمد لله النتيجة مليحة وحامل، في غرفة كانت جوا على الشمال، فطمنا الدكتور سالم ابو خزران، فركعت على الارض وصليت ركعتين شكر لله، وارسلت مكالمة تلفونية الى جدك الله يرحمه، فقلت له صلي ركعتين شكر لله والحمد لله هيكو كبرته وخلفته الحمد لله. نعرف انه اطفال الانابيب هي زيها زي الحمل الطبيعي، يعني بالنسبة للنمو البيبي لتطوره لمستقبله، انه ما بفرق عن الطبيعي، بالعكس حتى انت في اطفال الانابيب انه في لك الخيار انك تختار الجنين اللي هو شكله وانقساماته مثالية، يعني المفروض انه يكون طبيعي واحسن شوي. حتى لويز براون اللي هي اول طفلة انبوب اللي هي في 79، يمكن تزوجت في 2004 وكان اول خلفة لها في 2006، فالعالم كله كان حابس انفاسه على خلفتها انه مشان يتأكد انه مستقبلهم انه زيهم زي نظيراتهم، وكانت يعني شيء كبير، على الرغم انه من الناحية العلمية احنا متأكدين انه طبيعي. وهي ايمان هي اول فلسطينية بتكون هي طفل انبوب وبتنجب، وحملها كان شكل طبيعي، ولادتها كانت بشكل طبيعي. ما عرفتش فيها حتى غير بعد ما حملت انه ممكن اواجه صعوبة، انه ممكن إن مثلا طفل انابيب يواجه صعوبة بالحمل او بالخلفة. مشاعر غريبة، حسيت بامي لانها عانت كتير فينا احنا الثلاثة، لانه جينا مرة واحدة، كانت ولادتها اوليتها صعبة، بس بعدين الله سهلها علي، وبس شفته وحطيته بايدي حسيت كل الوجع اللي كان فيه راح مرة واحدة، ما حسيت باي وجع. الخوف كان في ذهنها وفي ذهن اهلها، بس احنا كنا نطمنهم انه من الناحية العلمية انه هذا الحكي هي زيها زي غيرها، والحمد لله هي لم تواجه اي صعوبة في الحمل، فهي كان حملها طبيعي، وفي فترة قصيرة يعني من المحاولة حملة طبيعي وولاد طبيعية، هذا طمنها وطمن اهلها وطمننا احنا. هو بقول لك عيب انه الناس تعرف انه انا ما بخلفش طبيعي الا بالزراعه. قبل كان الواحد يستنى سنوات، هلا صار في قناعه عند الناس انه ما دام عنده مشكله يسعى الى حلها. بعد 17 سنه زواج الحمد لله، الله اطعمنا باول 3، وبعدين زرعنا مره ثانيه وجبنا برضه بنت الرابعه ان شاء الله، والحمد لله يعني اللي صرنا اب وجد في فتره لا تتجاوز 19 سنه، بعد غياب 17 سنة بدون أولاد بدون بنات بدون إشي، والحمد لله من الله. هذا في قصة من القصص في الأيام السابقة بسنة 2001-2002، كانت مريضة تراجع لنا
فزوجها كان يجي يطلع المستشفى يلف كل الأقسام مشان يتأكد إنه فيش حدا بيعرفه، خلي مرته بالشارع بعيدة عن المستشفى بس يتأكد في نهاية الدوام إنه ما فيش حدا، تصل فيها تيجي ما توقف على الريسبشن، يظل فايتة عندي على يدي. سألته أنا إنه حرام وحلال؟ لا، هو مقتنع إنها حلال، بس هو بقول لك عيب إنه الناس تعرف إنه أنا ما بخلفش، بخلفش طبيعي إلا بالزراعة. يعني فعلا روحت إلا العلاج لمراكز أطفال أنابيب زي ما واحد يقول لك بدي أروح أنا عند طبيب الأسنان، أنا هيك صرت أشوفها، وهذا نتيجة الوعي المجتمعي. وبعدين في عنا وعي ديني، لأنه أنت عارف من الشريعة الإسلامية من أول الناس اللي أشرعنوا العلاج بطريقة أطفال الأنابيب.